تحت عنوان ثلاث حكايات صغيرة كتبت عائشة سلطان في صحيفة الاتحاد، تقول الحكاية إن طفلا سأل أمه عن معنى الوطن فأجابته وهي تهرش شعره: بيت أكبر من بيتنا. ليس في الحكاية جديد، فمفهوم الوطن في نهاية الأمر لا يحيل في نظر كل الناس إلى المعنى نفسه، ولذلك تعددت معاني الوطن وتحديدا التعريفات العاطفية أو الاجتماعية. الوطن انتماء وولاء وقيادة ومسؤولية، الوطن لقمة عيش وكرامة وفضاء من الحرية، الوطن حنان وأمان وأحلام وقبر جدي وأبي وبيت طفولتي، الوطن تلك الطرقات الحافرة أخاديد في الذاكرة، طرقات الطفل الذي يسير متقافزا إلى مدرسته البسيطة هناك عند مركز الشرطة، ووقع أقدامه الصغيرة المنغرسة على رمل الشاطئ الرطب وهو يعابث طيور النورس ويلتقط الأصداف ويغلق أذنيه عن نداءات أمه. الوطن بيت كبير لكنه يتسع للجميع، ولد معنا لكنه كبر قبلنا سريعا، أمسك بأيدينا ولعب معنا ثم منحنا كتفه ذات مساء لنتكئ عليه وننام، ظل ساهرا يرعى فراشات أحلامنا وهي تتقافز من بين جفوننا محلقة للبعيد. الوطن هو الوحيد الذي يعرف عناوين الغيب الذي سكنته تلك الأحلام، لذلك فالناس تهجر أوطانها حين تنسى الأوطان أحلام أبنائها، لكنها لا تهتم بالحراس أبدا، ربما تحسدهم فقط. وختمت عائشة سلطان، تقول الحكاية أيضا إن جدا أوصى ابنه قبل وفاته ببندقيته، وإن الابن أوصى بها لولده، والولد أوصى بها لولده بدوره، ولكن الذئاب أجهزت على آخر خروف في القطيع دون أن يستعمل أحدهم تلك البندقية. والسؤال: لماذا تمددت داعش في بلاد العرب أوطاني الكبيرة والمترامية وذات الجيوش وصارت تذبحنا كنعاج القطيع؟ هل لأننا لم نستعمل تلك البندقية؟